السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عايز أنسخ عنصر من الملف اللي مع سهوب لينك، تمام؟ طبعا كوبرنيتور بيسحب حاجات كتيرة جدا، لكن مش من ضمنها الرام والسلالم. طب أعمل إيه عشان أنسخ السلالم تبقى موجودة عندي؟ هقول له هنا تاب كده، أنا عملت سيلكت على السلم اللي موجود في اللينك، وأقول له كوبي كده أنا نسخته، وأقول له ألاين تو كارنت فيو أو سيم بليت. كده هيتم نسخه ووضعه في نفس المكان. كده بقى في سلم في اللينك وفي سلم في الملف اللي موجود عندي. يعني لو عملت سيلكت ده سلم هو لوحده ملوش علاقة باللينك، لو عملت له ديليت او موف هتلاقي السلم التاني موجود. طب وده اساس يعني استراكشر بيحتاجوا ان هم مثلا ينسخوا السلم والرامب عشان يعملوا بعض الاعدادات اللي فيه.